نفسي قامت سجلت كل الثوابت رجعت حقيقة دامت إني بوابت الجحيم تنهزم من نفسي قامت تنهزم من نفسي قامت حلقة ماضية ومن حلقات أخرى أنا الشيخ محمد حسان أستاذ في تعليم المعاريض اللي هي الكذب الشرعي. الشيخ محمد حسان على قناة الرحمة يضع هذا العنوان الشيخ الدكتور محمد حسان الشيخ الدكتور محمد حسان ليس هذا فحسب بل أيضا على موقع تويتر الصفحة الخاصة بفضيلة الشيخ الدكتور. خلوا بالكم من الدكتور مهمة لأن الألقاب مهمة عند شيوخ الإسلام، الألقاب يحرصون عليها أشد الحرص. شيوخ الإسلام ممكن ألخص الغالبية العظمى منهم يسعون للسلطة للمال وللجنس، وسترون هذا يتكرر في كل شيخ من هؤلاء الشيوخ. شيخ محمد حسان حاولت أبحث في شهادة الدكتوراه، وهذه ليست شخصنا لأنه يعرض هذا العنوان هذه الصفة على الناس، وحتى نصدقه وحتى نثق فيه أكثر حتى نستمع إليه حتى يؤثر فينا، فهو يضع الشيخ الدكتور. فوجدت في اليوم السابع الشيخ حسان يحصل على الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة الأزهر، ده في 5 أبريل 2012. الواقع أنه كان غير هذا تماماً، أنه أجر في 2012 قاعة أو أخذوا قاعة مؤقتاً من جامعة الأزهر، وتمت مناقشته في ما يسمى رسالة الدكتوراه مكتوبة تحت عنوان منهج النبي في دعوة الآخر، يعني بالعربي وإسلامية، وكل الذين ناقشوه هم شيوخ مسلمون. فجأة سمعنا أنه أخذ من جامعة الأزهر، الأزهر كذب هذا الأمر، فتدارك اليوم السابع هذا الأمر، وقال الشيخ محمد حسان يحصل على الدكتوراه من جامعة الأمريكية فرع لندن، ده في 5 أبريل وده في 7 أبريل، يعني تم تصحيح الخبر، من الجامعة الأمريكية فرع لندن باللغة العربية في موضوع إسلامي يحصل على الدكتوراه، والذين ناقشوه ليس لهم علاقة بالجامعة الأمريكية في لندن ويناقشونه بالعربية. ما شاء الله على شهادة الدكتوراه. طبعا أنا أجزم جزما قاطعا أن الشيخ محمد حسان زور شهادة الدكتوراه أمام العالم أمام أنظار العالم ليحصل على هذا اللقب، وأنا لا أطلق أي تصريح إلا إذا كنت متأكدا منه تماما. المصريون لست أنا الوحيد الذي قال هذا، جريدة المصريون قال الدكتور عبد الله النجار واحد مسلم أيضا عضو مجمع البحوث الإسلامية أن الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامي حصل على دكتوراه مزورة من قبل الأزهر مؤكدا أنه لا يطعن في شخصه. نعم زور شهادة الدكتوراه، سأقول لكم كيف. الوفد جريدة الوفد جامعة الأزهر ومحمد حسان يتورطان في فضيحة علمية. إذا ذهبتم إلى موقع ويكيبيديا يقول، وأنا لا أعتمده كمصدر لكن ستجدون هذا الأمر، أنه يقول أنه حصل عليها من الجامعة الأمريكية بلندن. المشكلة فين؟ المشكلة أن الجامعة الأمريكية في لندن هي ويب سايت، عاملين ويب سايت ويبيعون، هم دائما الجامعات التي تبيع دبلومات على الانترنت تقلد جامعات أخرى في الاسم ويكون قريب منها حتى يتم التمويه. American University of London ده في البي بي سي sells study free MBA، بتبيع دبلومات على الانترنت. يعني الشيخ محمد حسان اشترى شهادة دكتوراه من على الانترنت وعمل نقاش شو أمام الناس لبحث كتبه وباللغة العربية عن محمد لا أحد يهتم به، ليست شهادة علمية أصلا، وجعل نفسه الشيخ الدكتور محمد حسان. من المتورط أيضا؟ هذا الشخص اسمه دكتور محسن جبر، ولو لاحظتوا هذه الصورة مأخوذة أثناء المناقشة، هو الذي ترأس المناقشة.
أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة. لاحظوا التايتل اللي بعده، والمدير الإقليمي للجامعة الأمريكية بالشرق الأوسط. والمدير الإقليمي محسن جابر، لو عملتوا علي بحث ستجدونه متورط في قضايا فساد كثيرة، وتم فصله وإرجاعه وإلى غير ذلك. لا أريد الدخول في هذا الأمر، لكن هذا الشخص هذا هو السمسار الذي اشتغل مع محمد حسين في هذا الموضوع. خلينا نشوف الفيديو، والفيديو موجود على الانترنت لمن يريد الرجوع إليه. هذا الشخص أيضا قال بأنه يمثل جامعة كاليفورنيا ميرامار يونيفرسيتي، هذا الدكتور محسن جبر، وعمل له صفحة على الفيسبوك. طبعا أنه لا يمثله ولا أي شيء، لكن تحايلوا على القانون عاملين لها فيسبوك وبالعربي. ممكن تجدوا هذه الصفحة إلى الآن. يعني هو ممثل للجامعة الأمريكية في لندن وممثل جامعة كاليفورنيا ميرامار يونيفرسيتي، هو ممثل لكل هذه الجامعات. الفيديو موجود، يمكنكم الرجوع إليه وتأكدوا بأنفسكم. أنا لا أعطيكم هذا الكلام من عندي، مناقشة ابحثوا بهذا العنوان، مناقشة رسالة الدكتوراه العالمية للشيخ محمد حسان في 2012. الفيديو لحد الآن موجود، سيمسح أنا متأكد بعد هذا. واعترافا بفضل الرسالة، أنا الحقيقة بعتها إلى جامعة أخرى أنا بأديرها. انت بتديرها، وجات الجامعة كتبت انه هذه الرسالة تقدم ايضا بالاضافة الى الجامعة الامريكية بلندن، فهي جامعة كاليفورنيا اهي اهي، وانا هوريها لفضيلة الشيخ محمد معاطي عبد السلام. جامعة كاليفورنيا اللي بيصور اعتراف بالشهادة انها درجة دكتوراه من جامعة كاليفورنيا الامريكية. بعد كده بتروح دي بقى للخارجية الامريكية وخلافه تتم الاعتماد. في حاجة زي كده، ده الاعتراف، وده في حاجة زي كده. جامعة كاليفورنيا هتخلي شيوخ مسلمين يناقشوا محمد حسين وتعترف بيه؟ اصلا جامعة ميرامار كاليفورنيا متخصصة في البيزنس. يعني الا اذا كان منهج محمد في الدعوة، في دعوة الاخر تخصص بيزنس.